تحتل سباقات السيارات رباعية الدفع في جرود لبنان مراتب متقدمة في عالم الألعاب الرياضية من حيث انتشارها في الآونة الأخيرة، وأيضا من حيث أهميتها في ربط الشباب بأرضهم وطبيعتهم رغم أنها هواية مكلفة. يعني بنبلش هاي السيارة مثل ما شايفين كويل أوفر بيجوا 16 إنش مع اناني لالون بتضغطيهم بتقسيهم قد ما بدك، ديفرنسيال كبير للاوفرود. بنحط له بقلبه ايرلوك اي ار بي مع ترابيع رونفورسيه ار سي في اكسل. بنرجع بنروح على الموتور، الموتور هو بيجي 3.8، نحن حاطين له 6.4 هيمي مع مانيوال جير، دولاب بوجر 44 مع طاير بيدلوك، هذا الطاير حتى ما يفلت الدولاب عن الجنط بس نفسي بالاوفرود. بنروح على الفريف، هالفريف بيجوا حديد كمان لحتى اذا السياره فت فيها بشيخاندق او شيء سندت على جنبها ما يتكسر البلاستيك تبعها، يعني دجا هن بيجوا بلاستيك مثل هو. ثلاثيه المال والوقت والشغف تعتبر ركيزه في عالم سيارات الدفع الرباعي المعدله، انها هوايه مكلفه، فكلما زادت قوه المحرك وارتفعت الاطارات كلما كانت السياره اكثر تميزا في الاداء. هاي السياره موديل 2014، يعني بتجي اوريجينال، سعرها بالسوق مبيعها بال 35,000 دولار، يعني اوريجينال مثل ما هي. بنوصل لنبلش فيها تجهيز، يعني لتصير السياره بدومين واحد يقدر يسوقها اوف رود ويعمل فيها كومبيتيشن، بتوصل السياره لهذا الموديل ولهي السياره هذا الشكل، يعني بتقطع ال 100,000 دولار تقريبا. قد لا يتعدى سعر هذه السيارات بضعة آلاف من الدولارات، لكن قيادة الفول إكستريم توسعت في لبنان في السنوات الأخيرة لتصبح سوقا قائما بذاته وتخصصا باختيار القطع وتناغمها بين الأصلي والمعدل. الابتكار والشغلة الحلوة إذا بدك يقدر الواحد يعمل كومبينيشن لكل هودي الغراض، يقدروا يزبطوا مع بعضهم ويكونوا كومباتيبل مع بعض. بدها تكنيشن ابضاي، بدها اللي عم بيجيب الاغراض يعرف كيف بده يجيبون، بدها نولج كتير عاليه، بدها كوميونيكيشن مع السبلايرز برا. من داخل منطقة الصيانة انتقلنا وإلى الجرود توجهنا لنكتشف معا أي طاقة إيجابية تولدها هذه الهواية وكيف يتمتع بها الشباب. حماس شغلة كتير كبيرة، يعني واحد يكون شغله، يعني ما بيصدق ليدعس بنزين ليدعس فريم، يعني بيكون في عنده حماس فوق الطبيعه. وايام كمان الحماس بياخذك لموقع مش مزبوط، بيوقعك، بيصير معك مشكله، بس ما يفكر واحد انه طلع عنده ورنا السياره ومشينا، فعلا خطره. ومن مايل ثاني لتلعب هاللعبه مفروض تعمل شيء يحميك لك انت، تكون انت مرتاح بقلب السياره وما يصير معك مشكله. السياره بدها كثير شغل، بدك من ارسو للكاسك للسنتور للكرسي. اول ما بنطلع على الطريق الاوفرود بيركب الفور ويل، ادرينالين بيعلى، بتحسي بحماسه غريب، بتحسي هذا الجرد لنا، يعني نحن مالكين ونحن عايشين فيه، نحن بنعرف كل حجر موجود بقلبه، وخصوصي بالثلج، يعني هلا بعدنا عم نشوف كل تضاريس الارض مزبوطه، بالثلج ما بنشوف الا شيء ابيض، فلازم نكون حاسين فيه، حاسين شو عم بيصير حوالينا. صحيح ان هذه الهوايه تعود بالشباب الى الطبيعه وتضاريسها، لكنها مغامره محفوفه بالمخاطر وتفترض اعلى معايير سلامه القياده. هنا يعيش الشباب حماسة استثنائية ويمارسون هواية السيارات بطريقة مبتكرة مزجوا فيها ما بين المغامرة والمخاطرة. لأخبار الآن جرود صنين، تريسي أبيانتو.